دفع رباعي مستمر، نظام توجيه كهروميكانيكي، مجموعة حركة رياضية مع نظام قيادة ديناميكية، تقنيات كثيرة في أصغر نموذج من أودي أكثر النماذج رشاقة في فئة السيارات المدمجة. هذه ليست أودي A1 العادية، بل هي أقوى نموذج من هذه الفئة. محرك بقوة 231 حصانا موجود هنا تحت الغطاء، وسيتم اختبارها على الطرقات عبر دفع رباعي مستمر، وسأرى اليوم هل متعة القيادة تتلائم مع الوعود. لا يحتاج هذا النموذج إلى حرارة الشمس، فتحت غطاء المحرك تتكون حرارة مفرطة، وتستعرض أودي S1 السيارة الجديدة بمعدل 10 ملمترات أدنى من هيكل الموديل السابق، لكن بفرامل تستجيب بسرعة أكبر ومصد خلفي بارز يعطي شعوراً بقوة هذه السيارة. أنبوب العادم المزدوج وألوان فاقعة بغية جذب الأنظار. يستمد المحرك قوته من أسطواناته الأربعة ذات الأداء العالي، ومزود بشاحن توربيني بسعة لترين ليجعل عزم الدوران يصل إلى 370 نيوتن متر من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 5.9 ثواني. أما سرعة S1 سبورتباك القصوى فتصل إلى 250 كيلومتر في الساعة، ويبلغ معدل استهلاك محركها الرياضي 7 لترات من الوقود لكل 100 كيلومتر، ليفي بذلك بالمعايير الألمانية. يستغرق الأمر وقتا قبل أن يبدأ التوربو بالعمل، ولكن ما أن يتم ذلك حتى ينطلق المحرك بقوة، وبفضل الدفع الرباعي لا داعي للقلق بخصوص مسألة الثبات على الأرض، فالسيارة مثالية من هذه الناحية. نقطة إيجابية أخرى يوفرها الدفع الرباعي، تأثير المحرك على المقود لا يلاحظ في حال زيادة السرعة، وخاصة عندما أزيد السرعة بعد تجاوز أحد المنعطفات. الحيز الداخلي عالي الجودة كما هو معروف عن أودي، تفاصيل صغيرة مميزة مثل هذا الإطار الأحمر حول فتحة التهوية وحول زر التشغيل. المقود الرياضي المغلف بالجلد والمكابح ذات الإطار المعدني، نقل السرعة يتم بناقل حركة يدوي D6 سرعات، وهناك تفاصيل أخرى تبرز الصبغة الرياضية لسيارة S1. مقاعد رياضية بمسند رأس تحيط بالسائق ومرافقيه بالكامل، وعند النظر إلى السيارة من الخلف سنلاحظ نقطة ضعف بسيطة، إنه صندوق الأمتعة الصغير. لكن لنعود لمسألة متعة القيادة، هل أقنعت السيارة الصغيرة خبيرنا؟ قيادة أودي S1 ممتعة للغاية، السلبيات القليلة هي فقط صغر صندوق الأمتعة وضيق المقاعد الخلفية، لكن ذلك ليس ضروريا بالنسبة لسيارة رياضية. سعرها في ألمانيا يبدأ بحوالي 31,000 يورو، أي أنها أغلى بنحو 13,000 يورو من بيزيك سبورتباك A1.